الحياة مليئة بالمفاجآت، منها السار ومنها غير السار، ولكن مهما كان نوع المفاجأة ما في أدنى شك أنها بتحمل معها دايماً الجديد وغير المتوقع. تخيلوا إذا السيدة فوجئت بأنه رح تحصل على تغيير كامل لطلتها الخارجية، من البديهي طبعاً أنه تكون سعيدة جداً، خاصة أنه الصبايا والسيدات بطبعهم بيرغبوا بالتغيير، بيبحثوا عنه وأكيد بحبوا، ولكن ببعض الأحيان ما بيتمكنوا من تغيير أنفسهم بأنفسهم، وذلك بحكم اعتيادهم على طلتهم الخارجية، وبالتالي هن بحاجة لرأي تاني مخالف مختلف بيحمل معه الجديد والتغيير يلي بيكونوا أصلا عم يبحثوا عنه. الليلة منستقبل حنان. حنان توجهت إلى دبي بإجازة من تونس حتى تمضي أسبوعين برفقة شقيقتها، فما كان منها الأخيرة إلا أن قامت بتحضير مفاجأة لحنان وهي مشاركتها ببرنامج أنت أجمل، على أمل أنه تكون المفاجأة سارة. بطلب منكم تابعونا. اسمي حنان، حنان من تونس، 34. البرنامج أنت الأجمل حلو كتير، بيغير الواحد، بيغير له لوكه ونظرته للتياب القديمة يعني هيك شيء. والله أنا أختي عملت لي مفاجأة، هي اشتركت لي. أنا جيت زيارة على دبي بس أسبوعين، لقيت أختي عملت لي مفاجأة، اللوك، كل اللوك بدي أغير، كل اللوك، سناني، شعري، تيابي راح يتغيروا أكيد. أسلوب الملابس يلي بتعتمده حنان للأسف ما بيظهرها بطلة جميلة، والأهم أنه ما بيبرز عمرها بالشكل المطلوب. حتى نعطيها الأسلوب الملائم يلي بيخدمها من جميع النواحي، رح نتوجه على محلات ماركس اند سبنسر بدبي مول، وبمساعدة منسقة المظهر رحمة رح نقوم بالمهمة. أنت عندك مشكلة بوجهك زعجتك ومسببت لك إحراج بين مزدوجين، هي المنطقة تحت عينيك، عندك احتقان بارز، وعادة غالبية السيدات أو عدد كبير منهم بيعاني من هالمشكلة بسبب احتباس السوائل أو قلة النوم، أو إذا بيقعدوا كتير أمام شاشة الكمبيوتر والتلفزيون، عوامل عديدة، أوقات يمكن سوء التغذية حتى بينعكس سلباً على هالمنطقة بالذات لأنها كتير حساسة. أنت من العوامل اللي ذكرتها، شو بتحس مسبب المشكلة؟ سوء التغذية والجلوس على الكمبيوتر. بتنامي منيح؟ إيه. طيب طبعاً. نحن حتى نحاول نعالج المشكلة طبعاً بطريقة جيدة، موجودين بمستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية بمدينة دبي الطبية، وموجودة معنا دكتور جيهان، حضرتك أخصائية بشرة وليزر، وعرفنا أنه في تقنية بتساهم إلى حد كتير كبير بمعالجة هالمشكلة، يا ريت تشرحي معنا. شكرا على التقديم. أحب أرحب حنان بمستشفى الأكاديمية الأمريكية. طبعا بعد ما قمنا بالفحص السريري لحنان ومشكلتها وسمعنا من عندها المشكلة بالتفصيل، طبعا كان أبسط أسلوب للعلاج هو أسلوب الذبذبات السعوية أو التردد السعوي الترمات، حتى ما نلجأ في المستقبل القريب إلى عمليات ممكن تحتاج جراحية، تحتاج إلى إزالة الباكس أو الدهون اللي تتجمع حول منطقة العين أو بالمنطقة السفلى من العين. نعم. بعد النقاش اللي دار بيني وبين حنان وتأكدت إنه فعلا حنان مزعوجة من المنطقة السفلى، راح نقوم اليوم بعمل جهاز التردد السعوي، وراح نستعمل شحنات تقريبية حوالي 500 شحنة. حنقسمها نص على العين اليمين ونص على العين اليسار بالتساوي عشان تكون متساوية. طيب الشيء اللي احب اخبر حنان فيه انه لما نعمل احنا تقنيه الثرماج او تقنيه التردد السعوي في جلسه واحده فقط، نتامل انه تكون النتائج 10 الى 20% بعد الجلسه على طول او خلال اسبوع بعد الجلسه. طيب. ولكن النتائج الحقيقيه والجميله جدا تكون ما بين 6 إلى 9 شهور بعد إجراء الجلسة. هيدي الفترة هي الفترة اللازمة حتى الكولاجين يتحفز ويشتغل؟ الكولاجين موجود في البشر، في كل البشر تحت البشرة، سطح البشرة. لما يكبر الإنسان طبيعي يقوم الكولاجين إنه يخف ويذبل أو خليه بالمعنى البسيط جدا إنه ينام.
تقنية الثرماج أو تقنية الذبذبات السعوية يصحى الكولاجين عن طريق الإكارة اللي يقوم بها الجهاز. فترة الصحيان هذه تؤدي التحفيز بالضبط تكون من 6 إلى 9 شهور، يعني طيب. إنه الشهر الأول يكون أحسن، الشهر الثاني يكون أحسن، وهكذا لحد ما تكمل فترة 9 شهور. طيب يعني أنت حنان ما رح تحصلي على نتائج فعلية هلا إلا بنسبة يمكن 20%، رح تشعري بفرق وإنما نتائج على المدى البعيد. هل مطلوب منا أي عناية منزلية خاصة حتى تساعد إذا بدك عملية تحفيز الكولاجين؟ أسلوب الحياة الجيد مطلوب من كل سيدة سواء عاملة ثرماج أو ما عاملة ثرماج عشان لا تصل إلى مرحلة حنان. المطلوب من حنان اليوم أنه تتبع أسلوب أو إجراءات التقيد بقوانين الذبذبات السعوية اللي, نعم. اللي هو عدم أخذ أنواع معينة من الأدوية راح تذكر بعد التقنية إن شاء الله، نعم. لمدة 3-4 أيام عشان ما تتعارض مع أسلوب العلاج. طيب آخر سؤال، ذكرت حضرتك بمعرض الحديث أنه عندها 250 شحنة لكل عين، رح يتوزعوا بالتساوي على الجفن السفلي والعلوي ولا رح يكون تركيز على جفن معين؟ لأنه حنان أصرت على أنه العلاج يكون أكثر على المنطقة السفلية من العين، نعم. وهذه مشكلتها الحقيقية. أنا كطبيبة أشوف المشكلة أنه في يعني وإن كان بسيط ترهل في الجفن الأعلى من العين فقط، نعم. بما أني قائمة بالعلاج فأحب أنه أقدم لحنان حل متكامل. رح أركز على الجانب السفلي ورح أحاول قدر إمكاني أني أحل مشكلتها وأشيل الانتفاخ اللي تحت العين، بس في نفس الوقت رح أحاول أني أشد العين بأسلوب الذبذبات السعوية وإن كانت بطريقة بسيطة عشان أنه نعطي علاج متكامل لها. طبعاً فازم حنان، نحن هلا رح نباشر بالاجراء وبعد مثل ما قالت عندك فتره حتى تنتظر النتائج وتصير على امل انك تحصلي على النتيجه المرجوه اللي انت بدك اياها. اوكي تفضل. الانتفاخ اللي تحت عيني واللون الغامق ما حد منه هيك يعني بشع المنظر، كمان هما بيتعبوا يمكن من كثرة الشغل، أنا بشتغل كتير على الكمبيوتر، إن شاء الله بيزبطوا. الحين بالمراية تشوفين النتيجة، أنا شخصياً أنا مبسوطة. إذا نبتدي من فوق من منطقة الحواجب مثلاً، شوفي أنا أشوف أنه في ارتفاع ولو أنه بسيط مقارنة بالجزء الآخر أو الجانب الأيسر من العيون أو الحواجب، في ارتفاع، في ارتفاع بالجفن، في ارتفاع في الجانب الآخر أو الجانب الوسطي من الجفون، وأشوف أنه الخطوط أو التجاعيد وإن كانت بسيطة أصبحت مختفية في المنطقة الداخلة من أعلى الجفون، شيء جميل جدا واضحة بين العينتين. أما عن الجانب السفلي، فالجانب السفلي أشوف أنه
أقل، وإن كان نسبة قد تكون 20 أو 30% أو 25%، أشوفها مقارنة بالجزء الأيسر. هنكمل الجلسة. دكتورة، في احمرار هون ممكن يتنحى يعني بسرعة ولا كيف؟ الاحمرار ممكن ياخذ ساعة، هذا نتيجة الضغط من الحرارة اللي تنتجها الذبذبات السعوية وتدخل على الكولاجين. بس خلال ساعة المفروض الحرارة هذه كلها تروح. وعلى فكرة الاحمرار نتيجة جيدة، يعني انه الجلد والكولاجين تفاعل مع الجلسة، فما تخافي من الاحمرار، الحين بيروح.